نقطة من النقط المهمين وكيفاش تتعامل مع الجمال. الجمال جينيش دوي معاه ترونكيل فهمتيني، مابقاش تدخل عليه وتخرج عليه في الهضره، مابقاش تصيفط ليه السلام حيت هو ماشي صاحبك وماشي صاحبتك. السلام عليكم الاخوان، صافا لاباس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي بصراحه غادي نتكلم فيه على مرحله ديال التيستين، وانك كتشد واحد البرودوي وكتيستي بيان سور، كتشد التصاور ديالو كتحطو في ستور وكتطلق ليه لي زانونس وكتشوفو واش غادي يكون عليه الطلب ولا لا. وهنا بين قوسين كاين بعض المساخط الوالدين اللي كيمشي كيشريو فيه كونتيتي كبيره وكيجيبوه عاد كيطلقوا ليه لي زانونس باش انه يتباع، وللاسف كيتصادفوا بواحد المشاكل اللي كيكونوا كبار انهم ما كيكونش عليه الطلب، ولا ربما كيكون عليه واحد لي كومونتير خايبين من طرف الناس فاش كيشوفوا لانونس بحال سلام هذا راه ديجا شريتو كاليتي ناقصه نصابه، ديجا كتكذبوا على الناس، هادشي راني شريتو ضعت فيه، شريتو من عندكم وما صيفطتوش ليا لا كاليتي اللي كنت باغي، والاراء بحال هكا علما انه انت كتكون جديد باغي يلا غير تيستي. ولكن للاسف الناس يعرفوا غير البرودوي ما يعرفوش بانه كاينين لي باج اللي كثار. بون اول حاجه الناس اللي ديجا تعرفوني مرحبا بكم دار داركم، الناس اللي ما تعرفونيش مرحبا بكم حتى نتوما دار داركم حتى نتوما، من اليوم دخلوا هنا تقاش تخرجوا معكم بهدر. كنخدم تجاره الكترونيه وديجيتال ماركتينغ من 4 سنين الحمد لله، قدرت اني نحقق بزاف د الحوايج زوينين من خلال هاد ليميتين اللي كنخدم فيهم، وفي نفس الوقت كنخدم فورماتور تجاره الكترونيه وكنقدموا لي فورماسيون وكونسلطاسيون للناس اللي كيبغيو يتعلموا. داكشي علاش مرحبا بك هنا، حاول ما امكن انك تتفرج في هذا الفيديو اللي فيديو اللي ديجا حاطين راه غتستافد بزاف الحوايج في هذا لي دومين هادو. اول قاعده حاول ما امكن انك تفصل راسك على المارشي وتفصل راسك على البرودوي. نورمالمون فاش كتمشي كتختار واحد المنتج اللي غير حيتاش عجبك وكتيستيه باش يجيبش لك السيلز حيتاش انت فينالمون ماشي هو المارشي، هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه حاول ما امكن انك تفصل الامور اللي كيكونوا بيرسونيل وكيولي داكشي اللي كتحس به في الخدمه. عاده كاين بعض الاخوان كيشوفوا دي فورنيسور اللي كيتعاملوا بواحد الطريقه معينه اللي كتكون شويه ايموسيونيل وكيقول لك بلي هذا راه مزيان راه ثقه، وبالتالي كاين واحد الفورنيسور كيقول لك هذا راه عليه الطلب، هذا المنتج هذا راه اليوم راه خرجت فيه واحد 1000 حبه كتمشي كتشري اوكي، ملي كتيستي ما كيجيبش لك كاع واحد الكونتيتي اللي مزيانه في عدد ديال الطلبيات اللي ديجا كيدخلوك. والفورنيسور ما غاديش نقولوا انه واش كيكذب ولا ما كيكذبش، وانما نقولوا بصح كيدوي بشكل صحيح، ولكن راه البرودوي خدام لواحد السيد اخر اللي كيخدم به بواحد لا استراتيجي مختلفه ربما عليك نتايا، بالتالي حاول ما امكن انك تقرا مزيان ديك الخطوه اللي غادي دير. حاجه واللي مهمه حتى هي بشكل كبير لواحد الدرجه عاوتاني ما كتصورش، وانك ما تظنش باللي من البرودوي الاول ولا الثاني ولا الثالث غتلقى منتج اللي خدام، ولا غتلقى واحد المنتج اللي غادي يدخل لك مبيعات وغتخدم فيه مزيان غتمشي فيه مرتاح وغادي تربح به. لا، حاول ما امكن انك تكون دير في بالك باللي غتلقى برودوي وسط 10 ديال لي برودوي، وهذه قاعده ما كنقولهاش من فراغ. فالاخوان اللي ديجا معانا في التيستين ولا اللي معانا في الفورماسيون راه كيقولوا عليا، وضروري انا كنشوف معاهم الامور خصوصا بعض المرات في سويفي معاهم، كاينه نقطه مهمه بزاف وكتلقى بنادم كيتيست الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عاد كيلقى البرودوي اللي عليه الطلب بواحد العدد اللي محترم وكيخدم فيه واحد المده زمنيه اللي مزيانه. وفي نفس الوقت فاش كيمشي داك البرودوي كياخذ طريقه كيبدا يقلب على برودويات اخرين اللي كيزيدوا معاه، ومع الوقت كيلقى راسو خدام في جوج برودويات ثلاثه. نقطه اللي مهمه غادي تسول خويا بدر واش انا ضروري خصني نبقى نحط فلوس في التيستين؟ خص تعرف باللي الاي كوميرس لوكال كيبغي ميزانيه وكيخصك شويه ديال الفلوس، حاجه طبيعيه جدا. لنفترض باللي غادي تيستي واحد 4 ديال لي برودوي، 15 دولار اللي هي 60 دولار باش تلقى منتج اللي مزيان واللي عليه الطلب واحد شويه، بالتالي انت 60 دولار الا لقيتي منتج اللي مزيان فاش غتبدا خدام على هذا المنتج فراه انت كتحسب ليه لي شارج ديالو، راك ما كتجيش اخويا ولا اختي ما كتجيش بتاتا انك دير في بالك باللي صافي نتايا راه غتولي تحيد ربحك من داك البرودوي ديريكتومون. لا، داك المنتج فاش غيبدا يدخل لك الفلوس تحيد منه ديك 60 دولار اللي تيستيتي بها دوك 4 البرودويات كاملين. باغ اكزومبل لقيتي راسك رابح واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم في ديك السيمانه مثلا، غتحاول ما يمكن تحيد منها 600 درهم اللي ديجا تيستيتي في لي برودوي الاولين، اوكي تتحيدها من ديك 1500 درهم شحال كتبقى لك 900 درهم، 900 درهم اللي كتسجلها رابحه انا في هذا المنتج. لا يرحم لكم بالوالدين الاخوان، حاولوا ما امكن انكم تعرفوا باللي راه المنتج ماشي ضروري انه يربحني مبيعات، وانما يقدر يربحني اكسبيرينس، عرفت واحد الكاتيجوري عليه الطلب، عرفت واحد النيتش عليه الطلب غير في هذه الوقيته، عرفت باللي هذا المنتج كيتباع بهذا لامانيغ. هنايا راك كتزيد بواحد العقليه ديال انه جبت مبيعات ربحت الفلوس، ما جبتش مبيعات ربحت اكسبيرينس اللي هي كتزيدني وكتخليني غادي في واحد التوجه اللي صحيح، وكنبني راسي تجربه مور تجربه ومرحله مور مرحله،
وحمله اعلانيه ورا حمله اعلانيه. وهذا الشيء للاسف هو اللي ما باغينش بزاف الناس يستوعبوه. بزاف الاخوان كيجي كيقول لك باللي بغيت نخدم التجاره الالكترونيه ما مشاتش معايا مزيان، مشي يضل يبكي ويشكي في الجروبات ولا في لي كومونتير، ولكن للاسف كتلقاه باللي ما عمرو تلقى حتى خمسه الحملات الاعلانيه متابعين، وفي نفس الوقت ما عمرو تيست حتى خمسه ديال لي برودوي. فراه لا يعقل انك تمشي تلقى منتج من الاول. بصح كاين بزاف الاخوان اللي بيان سور كيمشيو وكيخدموا على دي برودوي مع التجربه، اوكي، ولا كيكونوا ديجا واخدين واحد لوغونطاسيون مزيانه من عند شي شخص مثلا، كيطيحوا في النيتش اللي غيوكلهم واللي غيخرجوا به مصاريف واللي غي الحمد لله غيصرفوا به وترونكل وغيعيشوا به يعني من الاول كيجي. ولكن راه داك الشخص كتلقاه قضى واحد الوقت اللي كبير في الانسبيراسيون، قضى وقت كبير في انه يشوف الناس كيفاش كيخدموا وكيفاش كيتقاتلوا، وحتى هو كتلقاه سبحان الله عنده واحد الفيجن، عنده واحد الرؤيه اللي كتختلف من بعضياتنا. فهمتي انا كيفاش كنشوف الامور ماشي هو واحد اخر كيشوف ديك الامور، وبالتالي هادو كلها عوامل كتخليك تعرف باللي واش هذا المنتج غيكون خدام ولا ما خدامش. لا رحم لكم بالوالدين. نزيد نقطه اللي مهمه بزاف واللي بصراحه كل مره كنهضر فيها تجيوني عشرات الناس تيقولوا لي بادر خويا راه ديجا وقعنا في هذا المشكل، وكنقول في كل مره طلعت فيديو خصني نبقى نتكلم فيها باش الناس يردوا معايا البال. عرفتي شناهي؟ وقبل ما تختار البرودوي من عند شي جمال هز التليفون وتكلم معاه بشكل طبيعي جدا. السلام عليكم خويا، داك البرودوي راني شفتو مزيان الثمن ديالو كدا كدا، اوكي خويا عافاك واش كاينه فيه الكونتيتي؟ سول على الكونتيتي، سول على لي كولور اللي ديسپونيبل في داك البرودوي، عاد بدا الخدمه ديالك. راه لا يعقل انك تمشي كضرب ثمن، راك خاصون ستور، خاصون ديال لي زات، حط فلوسك وفي الاخر ملي كتهضر اخويا مع الجمال كيقول لك لا راه ما بقاش ولا راه اصلا تسالات حاله هادي. دونك ماشي غير كنشوفوا التصاور كنمشيو ناخذوا لينيسياتيف ونبداو خدامين، ديسكوتيو شويه. نقطه من النقط المهمين وكيفاش تتعامل مع الجمال. الجمال جينيش عندوي معاه ترونكيل، فهمتيني؟ مابقاش تدخل عليه وتخرج عليه في الهضره، مابقاش تصيفط ليه السلام حيت هو ماشي صاحبك وماشي صاحبتك، يجاوبك عليكم السلام صافا ويقول لك صافا بخير. لا راه الامور ما كتمشيش بالطريقه هذه. هضر مع بنادم ديريكتومون بروفيسيونيل، السلام عليكم شفت عندكم هذا شحال الثمن ديالو، اوكي، ولا هز التليفون واتصل به. شوف ملي ما تبقى تطول في الهضره حيت راك لاحظ انه بزاف الاخوان ما كيعرفوش يتعاملوا في لي كونتكست هادو. الله يرضي عليكم، ردوا البال قدر الامكان وما تنساوش تقاتلوا، كاين بزاف ما يدار. والدليل هو انني كنبارطاجي معكم في الانستغرام عندي، كنبارطاجي معكم الدراري خدامين، اوكي، خدامين بجد وكيتقاتلوا بزاف كاع، تقاتلوا تقاتلوا ما تبقاوش تضيعوا الوقت. الله يعاونكم والله يسر لكم كاملين.